مجد لله. تأمل بحياة مريم بهالأيام الصعبة بفرجينا قديش مريم تشبهنا، قديشها مثلنا وقريبة منا. مريم يلي عشت الخوف من أنها تموت رجم، ضحية مجتمع ما كان رح يقبل ولا يفهم حبلها من روح القدس وهي عذراء. مريم جربت الفقر والوجع والتشرد لما أجا وقت حبلها، ما لقيت ولا مطرح يحضنها غير غارة فقيرة لا تخت ولا حرام. مريم تشردت وهاجرت عطرقات بلاد غريبة وجديدة، وما ترددت أنها تاخد ابنها لتحميه من خطر الموت. جواب بسيط من مريم لبشارة الملاك أدخل الخلاص لكل العالم. فمريم بتعلمنا كيف أنه قراراتنا بالحياة، قبولنا أو رفضنا لأي مشروع، بيقدر يغير مسار حياتنا كلها ويرسم مستقبل مختلف. وبعتقد نحن بأخطر وقت بحاجة فيه إنه نتغير ونغير، إنه ناخد قرارات تبني لما تكون بحد ذاتها مبنية على كلمة الله. وهي كمان مثل كل أم شهيد شافت ابنها عم يتألم ويتوجع قدامها، وعيشت مر موته وضلت حاملة رسالته من بعد قيامته وصعوده. بس ما بدنا ننسى الأهم، إنه النعم لمشيئة الله. النعم تبع مريم انطلقت من الواقع، من الحيرة قدام أمر جديد وكيف يكون لذلك، بس الترجمت بعيش بثقة، بزيارة لنسبتها، بنشيد تعظيم، بتأمل، لكن بحياة ما تخلل أي سلام خارجي، بالعكس بل خطر واضطهاد، بدءا من فقر المغارة والهرب لمصر لرفض يسوع ووقف كل ألم تحت الصليب. بس الأكيد إنه النعم لمشيئة الله تحمل خلاص، وهيدا الأهم. فلكل مسيحي يمكن ما تعيشي من يلي بتحلم فيه من طمأنينة وعطل وراحة على الأرض، بس تأكد إنه رح تعيشهم بالسماء. بظل الصعوبات وبظل الوجع وكل الحزن اللي محوطنا، يمكن صار وقت إنه نلتجئ لمريم، هالحضن يلي حمل خالق الكون سنين، أكل وكبر وفرح وحزن وكبر فيه، مستحيل ما لقينا مطرح صغير يقوينا. وقبل ما تنفض آخر نقطة تنبيد، يمكن صار لازم ندعي مريم وابنها على حياتنا ومناسباتنا، على يومياتنا وأوجاعنا، قبل ما تنفض آخر نقطة فرح وآخر نقطة أمل. لأن وحدة مريم بتذكرنا أنه تلبية مشيئة الرب بحياتنا هي اللي رح ترد الأفراح والأعراس لقلوبنا وترد لنا البسمة. جمال المسبحة أنه ما بتكتمل إلا بحبات مصفصفة وحدة حد التاني اللي بتمثل وحدتنا، وبصليب بيعلن موت وقيامة كل واحد منا. فما نضيع وقتنا بخلاص أمور أرضية بحت قبل ما يخلص الوقت ويضيع كل شيء. لا شك أنه حياتنا الأرضية حلوة، بس حياة السماء ما بتتضمن. أيتها البتول الكلية الرأفة، سيدتي إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلين في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلك نحن الخطأ الموت الساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم،
يا ممتلئ النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا ولدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله،